تعالوا أقول لكم حاجة جميلة جدا. احنا كلنا عارفين ان صلاة الضحى دي اسمها صلاة الأوابين، فضلها عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها سبب ان ربنا يحفظ لنا صحتنا بيها، يعني اللي بيحافظ عليها ان شاء الله تلاقي صحته تمام. جميل. وانها بتصلى ركعتين او اربعة او ستة او تمانية، وبتصلى من بعد الشروق لحد قبل الظهر، واحسن وقت ليها 10:30 11 كده. كل ده حلو احنا عارفينه. هقول لك بقى، تخيل معايا حاجة، انك هتصلي صلاة الضحى دي 4 ركعات، تيجي قبل الظهر تصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات، 4 و4، إيه اللي يحصل؟ يتبني لك بيت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، اللي هي قبل صلاة الظهر، بني الله له بيتا في الجنة. جميل جدا جدا. خد التانية، لو صليت السنة القبلية بتاع الظهر 4 ركعات وصليت بعد صلاة الظهر 4 ركعات كمان سنة، إيه اللي يحصل لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، ربنا عز وجل يحرم جسده على النار. انت كده عملت ايه؟ صليت الضحى 4 ركعات وقبل الظهر 4 ركعات، فتبنى لك بيت في الجنه، وصليت سنه الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات، فربنا عز وجل حرم جسدك على النار. خد التالتة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا عز وجل قال ابن ادم اركع لي 4 ركعات من اول النهار اكفك اخره. انت كده كمان ضمنت ان ربنا عز وجل كفاك طول اليوم، واللي يكفي ربنا خلاص، يعني محتاج ايه تاني؟ خلاص، 4 ضحى 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر. ان شاء الله ابشر بكل خير. السلام عليكم.